ابقعوا الحق، ابقعوا الحق يا إخواني. ونأتي الآن، نأتي الآن لماذا ثار الحسين؟ ما الذي أخرج أبا عبيد الله؟ هل كانت نزوة؟ هل كانت فلتة هكذا؟ أبدا يا إخوان. الرجل سلام الله عليه بكلمة واضحة حفظها لنا الزمان، قال: إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لطلب الإصلاح. أريد آمرا، يعني أريد أن آمرا، أريد آمرا بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير في أمة جدي بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبل عنا بالحق ما جئنا به فالله أولى بالحق، ومن رد علينا صبرنا حتى يحكم الله بيننا وبين قومنا وهو خير الحاكمين. هذا هو الحسين، هذا هو الحسين. رأى أمر الأمة قد فسد، رأى الشرع قد انتهك أيها الإخوة. رأى المعروف لا يتآمر به، والمنكر لا يتناهى عنه، كما قال في خطبته في ليالي مقتله الشريف المنيف، قال: أما إن الدنيا قد أدبرت وتنكرت وتغيرت وانشمرت حتى لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وإلا خسيس عيش كالمرعى الوبيل. ألا ترون الحق لا يتآمر به والمنكر لا يتناهى عنه؟ أما إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تبا لهذه الحياة، تبا لهذه الحياة التي نخضع فيها ليزيد اللعين. كل خلفاء بني أمية بدءا من معاوية وانتهاءا بالحمار المعروف بالحمار مروان بن محمد الحمار أيها الإخوة، باستثناء الراشد ابن عبد العزيز رضوان الله عليه، كلهم نواصب، كلهم أعداء لأهل البيت، وأولهم ومؤسس طريقتهم معاوية، أكبر ناصبي هذا أيها الإخوة. هذا عاش ومات يلعن عليا ويأمر بلعنه، كما في الأحاديث الصحيحة ستأتيكم في السلسلة مخرجة يسكتون عنها، حديث صحيح كثيرة غير واحد، كثيرة، هو وولاته نواصب. الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية إخواني وأخواتي يذكر أرجوزة عن بعض الأفاضل كما وصفه، قال: هذه أرجوزة لبعض الأفاضل، ضمنها أسماء الخلفاء جميعا إلى وقته، ولما جاء إلى خلفاء بني أمية قال: هذا المرتجز وكلهم كان ناصبيا، وكلهم كان ناصبيا، كل خلفاء بني أمية. اقرأوا البداية والنهاية، نحن لا نقرأ ببغض ومعاداة ولعن أهل بيت النبوة، ونحن ندافع عنهم ونحبهم إلى اليوم، ونتفقه بفقههم ونتلقى رواياتهم وعمن أجازوه وعمن أعطوه وأشبعوه. عجبا، يا عجبا لهذه الأمة. تعرفون كان من الذي كان على رأس الجيش الذي سيره عبيد الله بن زياد لعنة الله عليه وعلى أبيه لقتال الحسين وقتله وأهل بيته؟ عمر بن سعد بن أبي وقاص، الصحابي الجليل أيها الإخوة. سبحان الله، أخرج الله من صلبه هذه اللعنة المسمى بعمر بن سعد لعنة الله عليه. الإمام العجلي يقول: عمر بن سعد بن أبي وقاص كذا كذا الزهري، وهو الذي قاد الجيش الذي قتل الحسين، ثقة. علق يحيى بن معين قال: يقتل الحسين وتقول ثقة؟ إيش التناقض هذا؟ أحد المحدثين مرة حدث بحديث بإسناد الجنون الأموي، هذه الأمة جنت أمويا، رعب، نوع من الرعب من الخوف أيها الإخوة. أحد المحدثين حدث بحديث فذكر إيه؟ وعن عمر بن سعد، فقال له أحد طلابه: تحدث عمن قتل ابن بنت محمد يا شيخ، أما تستحي من الله؟ أما تخاف من الله؟ فجعل يبكي وقال: لا أعود، لا أعود. ضحكوا علينا علماء الجرح والتعديل، ثقة، يعني لا يصدق. هل هناك أعظم من قتل حسين؟ يروى بالسند عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان جالسا في ظل الكعبة، فأقبل أبو عبد الله الحسين عليه السلام في سابق أيام حياته السعيدة المجيدة العزيزة، فأقبل فأشار إليه فقال:
أرأيتم هذا؟ هذا أحب أهل الأرض إلى أهل السماء اليوم، أفضل من يمشي على وجه الأرض الآن. هذا هو النبي قال هذا. الأحاديث معروفة واضحة، سيد شباب أهل الجنة، الإمام إن قام وإن قعد، إمام. يقتله عمر بن سعد، بماذا؟ بإمارة الري، لأنه إن لم يقتله قال له عبيد الله، أنا تمنيت أن يقول له على الأقل لأقتلنك، يعني يكون له بعض عذر، بعض عذر، ولا عذر، ولا عذر والله، ولكنه قال له لأعزلنك عن عملك ولا أهدمن دارك، مش حتصير أمير على الري وعلى همدان، أهدم لك بيتك بس. فقال أنا تفكرت في أمري وأحب الري، أترك الري؟ قال والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني؟ قال لا، نرجع مأثومين بقتل حسين. لعنة الله عليك، لك النار، لك النار. أحدهم رأى النبي صلى الله عليه وآله، تابعي جليل، في المنام، قال رأيته في المنام، فقال لي إيتي البراء بن عازب صاحبي فاقرأ عليه السلام مني وقل له من قتل الحسين فهو في النار، كل قتلة الحسين في النار والعياذ بالله، ما في كلام. وأترك فقه أمية وحبة إيمان وحبة خردل، هذا فقه الأمويين، فقه الإرجاء. الله قال ومن يقتل مؤمنا، مش حسينا ابن رسول الله، مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الإمام أحمد في مسنده عن عمران ابن حسين، والحديث طويل أجتزئ منه بهذا الجزء المبارك. أيها الإخوة، النبي أمر بغزاة، قال فخرجنا واصطففنا وصففنا الرجال ومن خلف الرجال النساء، المهم، ثم غزونا وعدنا، فأتى أحدهم فقال يا رسول الله استغفر لي الله غفر الله لك. قال ماذا أحدثت؟ حدثا عمل لك مصيبة؟ النبي قال له، قال نعم يا رسول الله، إنه لما فر القوم أدركت رجلا بين القوم والنساء فأهويت عليه بحربتي، فقال إنه مسلم، أشهد أن لا إله إلا الله. قال تعودا من الموت، قال أنا شفت أنه تعودا. فقال النبي ماذا وعلى ماذا نقاتل الناس؟ نحن لماذا أصلا نقتل ونقاتل؟ ألا نقاتل الناس حتى يدخلوا في الإسلام؟ هلا شفقت عن قلبه فاطلعت على ما فيه؟ قال قلت كلا يا رسول الله لم أفعل. قال أما إني لن أستغفر لك. اذهب. لم يستغفر له. يقول عمران بن حسين فمات، فدفنه أهله فأصبحوا وقد نبذته الأرض. صحابي، لمن جننونا أيها الإخوة، كسروا أدمغتنا بحكاية صحابي صحابي صحابي. هذا صحابي أيضا، أليس كذلك؟ ومجاهد وغزا بأمر رسول الله، قتل رجلا كافرا مشركا، أسلم في لحظة بلسانه، لا ندري، كان ينبغي أن تكف عنه، لا أن تقطع رأس الحسين وأن تحمله إلى قصر الدعي ابن الدعي، ثم يوضع على رمح وفي سفر ويخرج كل حين ويؤتى به إلى الشام ويضرب على ثنيتيه الملعون يزيد بقضيب من حديد. ابن تيمية حبيب بني أمية، عاشق بني أمية، ينكر هذا، والعلماء يثبتونه، الطبراني يثبته، الذهبي يثبته، الطبري يثبته، أبو الحجاج المزي وهو أعلى من ابن تيمية بمرات في الحديث بشهادة الذهبي، بمرات، لا يقاس ابن تيمية بالمزي. المزي خلق عجيب من خلق الله رضوان الله عليه، أثبت هذا في ترجمة حسين من تهذيب الكمال أيها الإخوة في أسماء الرجال، أثبته. يزيد يضرب بقضيب من حديد على ثنيتي الحسين، وسكينة بنت الحسين، من أين آتي بقلب بقدر هذا الحزن كله؟ من أين نأتي بقلب يسع هذه المرارة كلها إخواني وأخواتي؟ وسكينة خلف كرسي الملعون يزيد حتى لا ترى رأس أبيها، حتى لا ترى رأس أبيها، ورجل أزرق من عصابة يزيد لعنة الله عليه وعلى حاشيته يتطلع إلى فاطمة بنت الحسين يقول يا أمير المؤمنين هب لي هذه، أريدها أن أنكحها، هذه سبيها كذا. فانتفضت زينب الكبرى أخت الحسين عليه السلام، قالت كلا، ما ينبغي ولا يحل هذا لك ولا له،
قال كلا لو أردنا لفعلنا. يزيد الملعون يقول قالت كلا والله إلا أن تخرج أنت وهو من ديني ودين أبي وجدي. تخرج من دين محمد لأنك لست على دين محمد، ونحن نعرف أن مشروعهم هو القضاء على دين محمد. يا أخي ما هذا الحقد كله؟ ما هذا الحقد المجنون يا أخي؟ حقد أبي سفيان على الرسول، ومعاوية على علي، ويزيد على الحسين. أحب أن أعرف ما هذا الحقد. أنا عارف، أقسم بالله أنا عارف، والأمور واضحة عندي، أقسم بالله أوضح من أصابع الخمس هذه، والله الذي لا إله إلا هو، إن الأمور لواضحة كالشمس ليس دونها حجاب. ولكن العمى، نعوذ بالله من عمى القلوب، نعوذ بالله أن تعمى قلوبنا وأبصارنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يراد أن تؤخذ بنت علي، بنت فاطمة، سبية، تنكر على أنها سبية، ويتهدد الملعون أنه يستطيع أن يفعل هذا. لعنة الله عليك، لعنة الله عليك. ما هذا؟ ما هذا؟ وبعد هذا الذي حدث أيها الإخوة، وبعد الذي هذا حدث، رحمة الله على الإمام أبي عبد الله الحاكم الذي اتهم بالتشيع، صاحب المستدرك على الصحيحين، يقول أبو عثمان الصابوني: أنشدني شيخنا الإمام أبو عبد الله الحاكم في مجلس الإمام الحمشادي. الحاكم ماذا يقول؟ يقول: جاءوا برأسك يا ابن بنت محمد متزملا بدمائه تزميلا، وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا. كما قلت لكم، والنبي ثبت عنه هذا، ورد عنه هذا، كما قتل يحيى، كما قتل بنو إسرائيل أنبياء هذه الأمة، فشلت أن تقتل محمدا ليلة العقبة التبوكية، فشلت. والنبي أخبر بأسماء هؤلاء المنافقين الذين أرادوا قتله، على كل ذكي وأريب أن يبحث وأن ينقر وأن ينقب وأن يفتش، لكي يعرف على الأقل أسماء بعض هؤلاء الذين أرادوا قتل الرسول ليلة العقبة. اقرأوا صحيح مسلم، واقرأوا الشروحات وكل ما كتب، حتى تأخذوا فكرة عامة عن الموضوع. الموضوع خطير، خطير. قال حذيفة: أشهد أنهم حرب لله ورسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد، في صحيح مسلم. هذا لا يقال لنا، لا نعلم الحقائق أيها الإخوة. نعم، فشلوا أن يقتلوا إيه؟ النبي، فقتلوا أخاه، وقتلوا ابنه، وقتلوا ابنه. الله أكبر. سمية نسلها أضحى كعدد الحصى، وبنت رسول الله ليس لها نسل. لكن لا، أين نسل سمية اليوم؟ لا نسل. أين نسل يزيد ومعاوية؟ لا نسل. الإمام ابن كثير في البداية والنهاية قال: وبموت هذا من أبناء يزيد انتهت ذرية يزيد، وقطع الله عقبه. لم يبقى أحد على وجه الأرض اليوم من نسل معاوية بن أبي سفيان. وأين نسل الحسن؟ وأين نسل الحسين؟ أنا أقول لكم في خمسة قارات العالم، أو في خمس قارات العالم، في خمسة أصقاع المعمور. أي والله، في الهند والسند، وفي العراق والشام، وفي مصر والسودان، وفي ليبيا والقدس، في كل بلاد العالم، وفي الحجازين أيها الإخوة، نسل محمد لا يعلم عدتهم إلا الله. إنا أعطيناك الكوثر، هذا هو الكوثر. فلا تأسى، لا تأسى أيها الشاعر المحب. قطع الله نسل يزيد ونسل ابن زياد، وهذا نسل محمد. قال: وكأنما بك يا ابن بنت محمد قتلوا جهارا عاقدين رسولا. قتلوك عطشانا ولم يترقبوا في قتلك التنزيل والتأويل. الله أكبر. قبل يومين كان عنده ماء فأعطاه، فحسين ابن علي في صفين يقف معاوية على الماء، قال: يعطي عليا وجيشه. في اليوم التالي يغلب علي على الماء فيعطي معاوية وجيشه. شيء عجب يا أخي. وإلى اليوم، قسما بالله يا إخوان، قسما بالله، إلى اليوم الذين يحبون هؤلاء بني أمية، أخلاقهم كبني أمية، لا وفاء وغدر وكذب ونفاق وتدجيل وحقد أسود، والذين يحبون محمدا وآل محمد بصدق
هم الرجولة، هم الشرف، هم المجد، هم الصدق، هم الحق، هم البر، هم الطهر. شيء عجيب.